تهم الصيد الجائر وتدمير البيئة البحرية المعززة بالحجج والأدلة تلاحق الأسطول التركية في المصائد الموريتانية، فضلا عن شبهات الفساد التي تحوم حول اتفاقية الصيد التي سمحت لهذا الأسطول بدخول المياه الإقليمية الموريتانية، شبهات جعلت تحقيقا برلمانيا قبل أشهر يضع أمامها أكثر من علامة استفهام. الأسطول البحري التركي يمارس الكثير والكثير من الأمور الشنيعة، وحتى أن بعض الخبراء والمحللين يصفها بالقذارة. مثلا الترخيص الذي تمتلكه هذه الأساطيل هو ترخيص للصيد السطحي. هؤلاء يقومون بصيد الأعماق. لا يقتصر الضرر الذي يسببه الأسطول التركي على عرض البحر، ففي مدينة واديب عاصمة الصيد والاقتصاد يركز الأتراك على مصانع دقيق السمك ذات التأثير الضار على البيئة والسكان، وهي مصانع مثيرة للجدل، لها خطر بيئي حسب بعض المنظمات الوطنية والدولية، وسبق أن خرجت مظاهرات في مدينة واديب وشمالي البلاد للمطالبة بإغلاق هذه المصانع. ينضاف إلى ذلك عدم جدوائية هذه المصانع الاقتصادية على السكان المحليين. وإثر إحباط خفر السواحل الموريتاني في يوليو الماضي لعملية تهريب كمية من العملة الصعبة على متن سفينة تركية، تضاعف الامتعاض الشعبي من الأدوار المشبوهة للأسطول التركي الذي يعيث فسادا في البحر ويضر بالاقتصاد والبيئة. إبراهيم مصطفى، الحدث، نواكشوط.